الحمد لله، إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء المتجدد مع كتاب خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار لابن قطلبغة رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. كنا في اللقاء الماضي قد توقفنا عند شرحنا في مبحث العام إلى مبحث المشترك، انتقلنا إلى مبحث المشترك، وقلنا أن المشترك هو اللفظ الذي يتناول أفراداً مختلفة الحدود بالبدل، واللفظ الذي يتناول أفراداً مختلفة الحدود بالبدل، كما في قوله القرء، أو في قولنا القرء مفرد لكلمة القروء، القرء أو القرء الاثنين صحيح، والأصح بالفتح كما قلنا والأشهر بالضم. قلنا تطلق على الطهر وتطلق على الحيض، وكما في قولنا قسورة تطلق على الأسد وتطلق على الصياد، وكما في قولنا العين. كل هذه نسميها ألفاظ مشتركة. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم عن المبحث الرابع والأخير، وهو مبحث المؤول. نتكلم اليوم عن المبحث الرابع والأخير في هذا التقسيم، لننتقل بعد ذلك إلى تقسيم آخر وهو مبحث المؤول. طيب، إيه المؤول؟ لو إحنا في المشترك رجحنا بعض المعاني يصير اللفظ مؤولا. إحنا بنتكلم عن إيه؟ عن المشترك برضه. لو المشترك ده رجحنا بعض المعاني على البعض الآخر صار هذا اللفظ مؤولا. قلنا ذلك لأنه يعود إلى أوله أو يعود إلى أصله، لذلك سمي بإيه؟ المؤول، يعود إلى أوله أو يعود إلى أصله. تفضل سيدي، من يقرأ؟ من المشترك بعض الوجوب بغالب الرغبة. نعم. وحكمه العمل به على احتمال الغرض. نعم. والمؤول وهو ما ترجح. يبقى هذه الكلمات التي قرأها الشيخ هذه هي المختصر. هذه هي المختصر لابن حبيب. ثم بعد ذلك يبدأ في قراءة خلاصة الأفكار. تفضل. والمؤول هو ما ترجح من المشترك بعض الوجوب. طيب، المؤول هو ما ترجح من المشترك بعض وجوهه، خلي بالك، بغالب الرأي. يعني هو هنا مبني على اليقين ولا مبني على الظن؟ مبني على الظن وليس مبنيا على اليقين، لأن اللفظ لو كان له أكثر من معنى وأنت اخترت معنى واحدا من هذه المعاني فقد أولته، لذلك سميناه مؤول. أولته، رجحت هذا المعنى على غيره من المعاني، فأنت أولت هذا اللفظ بهذا المعنى الذي ذهبت إليه، لفظ له أكثر من معنى وأنت اخترت معنى من هذه المعاني يبقى أنت أولته، يبقى الكلام ده اسمه الإيه؟ المؤول. يعني أحل تأتي من الحلول وتأتي من الحل. أحل تأتي من الحلول، صح كده؟ أحل تأتي من الحلول وتأتي من الحل. إذن أحل ديت، أحل لفظ مشترك، صح ولا غلط؟ أحل لفظ إيه؟ مشترك. طيب، لما يقول لي
وأحل الله البيع وحرم الربا. هذه أحل من الحل ولا أحل من الحلول؟ قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، هنا أحل من الحل ولا من الحلول؟ من الحل. طب عرفتوا منين ان هو من الحل؟ بالفقاقة؟ لا مش بالفقاقة. بالمفهومية؟ لا مش بالمفهومية، بالقرينة. عرفنا منين؟ بالقرينة، انه قال أحل الله البيع وحرم الربا. القرينة دي عرفتني ان أحل معناها من الحل، ان أحل معناها من الايه؟ طيب الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. أحلنا أحلنا دار المقامة. أحل هنا من الحل ولا من الحلول؟ من الحلول. جبتها منين؟ من دار المقامة. حللنا الحل والترحال، حللنا في هذا المكان، نزلنا في هذا المكان، أقمنا في هذا المكان. يبقى أحل اهي لفظ واحد اهو. اللفظ ده لفظ مشترك ولا مش مشترك؟ مشترك، مشترك ما بين الحل والحلول. طيب لما أقول أحلنا دار المقامة من فضله، من الحلول، هقول عليه ده لفظ مشترك دلوقتي ولا هقول له عليه مؤول؟ مؤول. ليه؟ لأن أنا اخترت معنى من المعاني على غيره فصار مؤولا. طب ولو أنا ما اخترتش معنى من المعاني يبقى ده اللي معنى الإيه؟ المشترك، ما زال مشتركا. طيب اخترت معنى من المعاني صار مؤولا، صار مؤولا. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أحل من الحل ولا من الحلول؟ يا سلام عليكم، ده انتوا بقيتوا خلاص، ده يعني تاخدوا شعار الحنفية. عرفتوا منين ان هو من الحل مش من الحلول؟ القرينة. ايه القرينة هنا؟ الرفث. الرفث مش هيجي مع الحلول، الرفث هيأتي مع الحل والحرمة. الرفث هيأتي مع الحل والحرمة. هو انت بالدربة هتقدر تفرق، لكن احنا بناخد امثلة علشان الامثلة تثبت في الذهن. يقول ربنا تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يصلون، الصلاة مشترك لفظي بين إيه؟ بين الصلاة اللي هي أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وتأتي الصلاة أيضا بمعنى الرحمة والمغفرة، وتأتي الصلاة أيضا بمعنى الاستغفار والدعاء. طب هنا الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي، الله يصلي على النبي، دي من أي باب؟ من الرحمة والمغفرة. إذن أنت رجحت أحد هذه المعاني صار هذا المعنى مؤولا. طب وصلاة الأنبياء الملائكة؟ الدعاء. طب يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، هذا من الدعاء بالمغفرة والرحمة. يبقى هذا المشترك أهو، هذا المشترك أنا لما حطيته قدامي والقرائن دلت على معنى من المعاني فرجحت هذا المعنى صار مؤولا. لما ربنا يقول ولله
يسجد ما في السماوات وما في الأرض ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والدواب وكثير من الناس سبحان الله كل سجد إلا الناس جه ربنا قال وكثير من الناس وكثير حق عليه الإيه العذاب سورة إيه دي الحج فتح الله عليك خلاص يبقى السجود هنا السجود هنا مشترك ولا مش مشترك 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 بين إيه وإيه بين معنى الخضوع والتذلل ومعنى سجود العبادة وضع الجبهة على الأرض ده سجود العبادة طيب إما يقول لي بقى لم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب فيجي واحد ملحد يقول لي تعالى يا عم الحاج هذه هي الشجر أمامي لا تسجد لله إزاي بقى تقول لي أنها تسجد لله أقول له إن سيادتك مش قادر تفرق بين الألفاظ ومعانيها هنا ليس المراد بالسجود السجود العبادة زي ما هو الخضوع والتذلل والانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى قد يكون سجودا حقيقيا لكن حتى لو أنت مش شايف السجود الحقيقي فهو من باب الخضوع والتذلل والإذعان والقبول لما جاء به إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبينا يحملنها واشفقنا منها حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا عشان كده وكثير حق عليه العذاب ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين خاضعين متذللين يبقى ده أولناه أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء لامستم ده من المشترك اللفظي مشترك ازاي اللمس قد يطلق ويراد به التقاء البشرتين يعني هذه بشرة وهذه بشرة التقاء البشرتين ده اسمه لمس هنا السادة الشافعية يقولوا ان لمس المرأة ينقض الوضوء على كل حال يعني على كل حال بس اللمس يكون ايه التقاء بشرتين التقاء بشرتين طب وكده لا كده مش التقاء بشرتين ولا حاجة كده مش التقاء بشرتين كل ده بعيدا عن الحل والحرم عشان انا كل ما اقول لحد يسألني في السؤال دوت أأكد على المعنى ده عشان الناس اللي بتحب الترند تبعد عننا الله يبارك لكم اللمس أنا ما بتكلمش دلوقتي عن الحل والحرم أنا رأيي وهذا رأي جمهور الفقهاء أنه لا يحل لرجل أن يمس امرأة لا تحل له رأيه أنه لا يحل لرجل أن يمس امرأة لا تحل له طب يا عم الشيخ المصافحة هتسلم عليه بس طالما لا تحل له يبقى لا يجوز اللي تحل ليه الزوجة اللي تحل ان هو يمسها بعد ذلك في اماكن معينه هي المحرمات من النساء ينفع يقبل امه يبوس ايديها يصافحها انما المراه الاجنبيه لا يجوز واضح الحكم لكن انا بتكلم هنا عن حكم تاني مرتبط بفكره المشترك اللفظي وهو فكره ايه لمس المراه بمعنى التقاء البشرتين ينتقد الوضوء ولا ما ينتقدش الوضوء لو كانت المرأة دي من المحارم ما ينتقدش الوضوء طالما مسها في الأماكن التي يحل له أن يمسها وهو يحل له أن يمس ما ينظر إليه ما يحل له نظر إليه طيب إذا كانت المرأة دي زوجة أو أجنبية هنا الخلاف بين الفقهاء بناء على إيه الخلاف بناء على المؤول اللي هنا السادة الشافعية ما ده مشترك لفظي أن اللمس يطلق على التقاء البشرتين كما أنه كناية عن الجماع بين الرجل وبين المرأة فالحنفية قالوا أن هنا نؤوله بالجماع
بدليل ان الايه بتتكلم على الجزء ده من الايه بيتكلم عن سياق الغسل. او لامستم النساء او جاهلوا منكم الغاضي او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، بنتكلم عن الغسل، ما بنتكلمش خلص الوضوء انتهى الامر الكلام فيه خلاص خلاص. فبناء عليه قال الحنفي ان لمس المرأة بشهوة سواء كانت زوجة او كانت اجنبية او كانت من المحارم، كل هذا سواء كان بشهوة او بغير شهوة لا ينتقد به الوضوء، لان ما فيش لا دليل في القرآن ولا دليل في السنة على انتقاد الوضوء. ما فيش غير الآية دي، والآية دي من المشترك وتؤول سبع ولا سبع، عرفت الإجابة خلاص. يبقى الآية تؤول بإيه؟ الآية تؤول بالجماع، بدليل بقى أن السنة ثبت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مس بعض نسائه بمعنى التقاء البشرتين ولم ينتقد وضوءه. في بعض الروايات أنه قبل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة وخرج إلى الصلاة ولم يعد الوضوء. في بعض الروايات أن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضها قامت من نومها فبحثت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجده. السيدة عائشة كانت تحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، أول ما تلاقيهوش جنبها تفزع، هو فين راح فين، فجعلت تبحث عنه إلى أن وجدته يسجد لله تبارك وتعالى. فوضعت، وهي الدنيا ظلام مش حاسة بحاجة، وضعت باطن كفها على باطن ظهر النبي صلى على باطن قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ثم روت لنا دعاء النبي في هذه الصلاة. لو كان لمس المرأة في هذه الحالة ينتقد به الوضوء لكان صلاة النبي فسدت. كون النبي أكمل صلاته معناها أن الصلاة ما فسدتش، وطالما الصلاة ما فسدتش يبقى الوضوء ما فسدش، وطالما الوضوء ما فسدش يبقى لمس المرأة لا ينتقد به الوضوء. وضح الكلام ولا ما وضحش؟ جماعة الشافعية قالوا لا، الآية من المشترك اللفظي آه، لكن إحنا هنحملها هنؤولها، عشان كده خلوها مؤول، إلى معنى اللمس بمعنى التقاء البشرتين. فقالوا إن لمس المرأة سواء كانت زوجة أو أجنبية ما لم تكن من المحارم، بالمناسبة الحنفية بيقولوا إن المس الفاحش هو اللي ينقض الوضوء، لكن اللمس العادي ما ينقضش حتى لو كان بشهوة. طيب الشافعية قالوا إن اللمس ينتقد به الوضوء على كل حال، حتى ولو لم يكن قاصدا، حتى ولو لم يكن قاصدا. مش قاصد ازاي؟ ده طالع الاتوبيس خبط ايده في ايد واحده وهو طالع، انتقد وضوءه خلاص. ده واحده كانت هتقع ف بتمسك حاجه قدامها فجت ايديها في ايد، انتقد وضوءها خلاص. هذا مذهبهم. السادة المالكية والسادة الحنابلة قسموها إلى كم قسم؟ إلى أربعة أقسام: قصد ووجد. قصد إيه؟ قصد اللمس. ووجد إيه؟ ووجد اللذة. وقصد ولم يجد. قصد اللمس بس ما وجدش اللذة، قصد اللمس سلم عليها، بس مش كل واحدة هيسلم على واحدة يعني هيقصد الشهوة. لم يقصد ووجد، لم يقصد اللمس لكن لما مسها أحس بشهوة. آخر قسم هيبقى بقى لم يقصد ولم يجد. المالكية قالوا الأربع حالات دول حالة واحدة لا ينتقد فيها الوضوء وبقية الحالات ينتقد فيها الوضوء. إيه الحالة التي لا ينتقد فيها الوضوء؟ لم يقصد ولم يجد، هذه لا ينتقد فيها الوضوء. أما الحالات الأربعة الأخرى الثلاثة الأخرى ينتقد فيها الوضوء. يبقى ده مذهب الفقهاء بناء على إيه ده؟ بناء على اللفظ ده اللي هو إيه؟ قول الحق تبارك وتعالى أو لامستم النساء. اللفظ ده في حد ذاته هيخلي الفقهاء يختلف. اللي هيقول إن اللمس معناه التقاء البشرتين يبقى ده بالنسبة له مؤول أهو، واللي هيقول إن اللمس معناه الجماع هيبقى بالنسبة له مؤول. واضح الكلام ولا مش واضح؟ يبقى هذا هو المؤول. إما بيقول الشفق
ما الشفق؟ ما هو الشفق يطلق على الحمرة ويطلق على البياض، ما يغيب الشفق. أنهي شفق؟ ما هو فيه شفق أحمر وشفق أبيض، فيؤدي إلى اختلاف العلماء في دخول وقت العشاء، هل مع مغيب الشفق الأحمر ولا مع مغيب الشفق الإيه؟ الأبيض. يبقى ده كله بناء على إيه؟ بناء على التفريق ما بين المشترك والمؤول، إن المشترك إذا أطلقناه على بعض المعاني وخلاص كلنا توصلنا إلى إن المعنى هو كذا، صار إيه؟ صار مؤولا. واضح الكلام ولا لسه مش واضح؟ تفضل يا سيدي. طيب يجوز أن يكون المؤول من المجمل إذا فسر يمكن أن يسمى مؤولاً، إذا فسر ممكن أن يسمى إيه؟ مؤولاً. طب والمشكل إذا زاد إشكاله وفسر يصير مؤولاً. هناخد المشكل وهناخد المجمل من أقسام المبهم، من عندي في واضح الدلالة وفي خفي الدلالة، في عندي هنقسم الأقسام القادمة. القسم الثاني من 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 دلالة الوضع في وجوه البيان مراتب الظهور، في ظاهر الدلالة وفي خفي الدلالة. خفي الدلالة فيه المشكل وفيه المجمل، المجمل إذا فسر أيضا يصير مؤولا، والمشكل إذا زال الإشكال وفسر أيضا صار أيضا إيه؟ صار أيضا مؤولا. فضل سيدي. نعم. يجوز أن يكون الترجح بقدر الواحد، فلا يلزم أن يكون بغالب الرأي، لأنه لو ترجح بالنص كان مفسرا مؤولا، لو ترجح بالنص كان إيه؟ كان مفسرا مؤولا، فيجوز أن يكون الترجيح هنا بخبر الواحد فلا يلزم أن يكون بغالب الرأي. تفضل سيدي. من صاحب أصل الأصل، إحنا اتكلمت قلنا لما يعني قتلناه بحسن، من صاحب أصل الأصل؟ الإمام النسفي رحمه الله. وصاحب أصل الأصل الإمام النسفي، وصاحب الأصل هو الإمام المحبوبي، ماشي؟ أصل الأصل اللي هو الإمام النسفي، والأصل هو الإمام المحبوبي اللي هو المختصر يعني. فضل. اصطلاح غيره لا يدل عليه، نحن اتفقنا أنه لا مشاحة في الاصطلاح، لكل عالم أن يصطلح في كتبه ولا يرد عليه اصطلاح غيره، كل واحد له اصطلاحاته، كل فن له اصطلاحاته. ما تجيش تقولي بقى أصل في اصطلاح فلان يا أخي لا مشاحة في الاصطلاح. تفضل سيدي. الدليل الظني يعني، سواء كان بنص أو بغير نص، المهم ان هو دليل ظني وليس دليلا قطعيا. تفضل سيدي. حكم العمل به، اي وجوب العمل به، لانه دليل ظني. طيب، وحكمه العمل به، لان لا مناص للمكلفين عن العمل بالظنيات، لان فكره العمل بالقطعيات اغلب الاحكام عندنا مبنيه على الظن، على غالب الظن وليس على اليقين، لان انتوا زي ما حضراتكم عارفين إن النصوص سواء نصوص القرآن أو السنة بتنقسم إلى قسمين. إيه القسمين دول؟ قطعي الثبوت وظني الثبوت، وقطعي الدلالة وظني الدلالة. طبعا القرآن قطعي، كله قطعي الثبوت. القرآن كله إيه؟ قطعي الثبوت، لكن الخلاف في إيه؟ هل هو قطع الدلالة ولا ظن الدلالة؟ طب والسنة؟ السنة منها ما هو قطعي الثبوت ومنها ما هو ظني الثبوت، وكل واحد فيهم قطعي الثبوت منه ما هو قطعي الدلالة ومنه ما هو ظني الدلالة. حد فاهم حاجة؟ إما أقول
يقول ربنا تبارك وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. الكلام ده قطعي الثبوت ولا ظني الثبوت؟ قطعي الثبوت. يعني ايه قطعي الثبوت؟ مفيش احتمالات، مفيش عندي قولين في المسألة. الآية دي وردت في القرآن، وطالما وردت في القرآن يبقى نقلت إليها تواترا. طيب ده قطعي الثبوت. طب هل هو قطعي الدلالة ولا ظني الدلالة؟ قطعي الدلالة. النصف، هل النصف معناها الربع مثلا؟ هل النصف معناها الكل؟ لا. ولكم نصف ما ترك أزواجكم. لو واحد زوجته لا قدر الله ماتت، طبعا لا قدر الله، ماشي، ياخد منها كام؟ النصف، طالما لم يكن لها ولد. طب ولو كان لها ولد ياخد منها ايه؟ الربع. هل الكلام ده ظن الدلالة ولا قطع الدلالة؟ قطعي الدلالة، ما فيهوش، لا يحتاج الى تأويل ولا تفسير، خلاص ما يحتملش. في ولد يبقى ربع، ما فيش ولد يبقى نص. لكن لما ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى الذي بيده عقدة النكاح، الذي بيده الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح، دي قطعي الثبوت ولا ظني الثبوت؟ قطعي برضه، لان القرآن، والقرآن كله قطعي الثبوت، كله من عند ربنا سبحانه وتعالى، ما فيهاش خلاف. طيب قطعي الدلالة ولا ظني الدلالة؟ ظني الدلالة. ليه ظني الدلالة؟ من الذي بيده عقدة النكاح؟ ما دام مشترك برضه، الذي بيده عقدة النكاح ربما كان الزوج وربما كان ولي المرأة. الذي بيده عقدة النكاح هو مين؟ يطلق على ولي الأمر ويطلق على الزوج. فيبقى هنا ظني هو مش قطعي، ظني الايه؟ الدلالة فقط. طيب يقول ربنا تبارك وتعالى: ويل للمطففين. ويل للمطففين، ده قطعي الثبوت ولا ظني الثبوت؟ قطعي الثبوت. طيب قطعي الدلالة ولا ظني الدلالة؟ ظني الدلالة. ليه؟ ليه قطعي؟ ليه؟ يأتي هذا الأسلوب، يأتي بمعنى الإخبار ويأتي بمعنى الدعاء. ويل للمصلين خبر، ويل للمطففين خبر، أو ويل للمطففين دعاء عليهم بالويل والثبور وعظائم الأمور. هو احنا دلوقتي لما واحد يموت فنقول رحمه الله، ربنا رحمه خلاص ولا ده دعاء؟ دعاء. انا ما اعرفش ربنا رحمه ولا ما رحموش، لكن انا بعمل ايه؟ بدعيله. اما بقول العالم الفلاني رضي الله عنه، هل ربنا رضي عنه؟ انا لا اعلم. امال ازاي يا شيخ تقول رضي الله عنه؟ ده اسمه ايه؟ دعاء. نقول رضي الله عن مشايخنا وعلمائنا، ربنا رضي عنهم؟ الله اعلم. امال يعني ايه رضي الله عنه هنا؟ معناها اللهم ارض عنهم. معناها ايه؟ اللهم ارض عنهم. رحمه الله يعني اللهم ارحمه. بارك الله فيك يعني اللهم بارك. انا ما اعرفش هو ربنا بارك ولا لم يبارك. كل ده اسمه ايه؟ ظني الدلالة. ويل للمطففين، ما هي تأتي بمعنى الإخبار وتأتي بمعنى الدعاء، تأتي بمعنى الإخبار وتأتي بمعنى الدعاء. فيبقى ده اسمه ايه؟ ظني الدلالة. ده اسمه ايه؟ ظني الدلالة. طيب ظني الدلالة هل يجب العمل به؟ نعم، إذا ترجحت أحد المعاني فصار مفسرا يجوز العمل به بعد ثبوته عن طريق الظن. هذه في الأحكام الفقهية، لأن معظم أحكام الشريعة الإسلامية تحت هذا الباب. المجتهد يجتهد في معرفة حكم الله، المجتهد يجتهد في معرفة حكم الله، لكن هل هذا هو قول الله؟ هل هذا هو حكم الله؟ هو حكم الله في غالب ظن المجتهد، لكن قد لا يكون هذا حكم الله.
هل أنا أستطيع أن أجزم بأن هذا هو مراد الله؟ ما أقدرش. طب ما يجي بقول لك طب انت مش قادر تجزم ان هذا مراد الله، طب يبقى لا يجوز لك ان تقول طب ما كده هتتعطل الشريعه كلها، كده الشريعه الاسلاميه كلها هتتعطل. لا، يجوز العمل بالظنيات في باب الاجتهاد طالما ان الانسان ده يمتلك هذه الادوات التي يرجح بها. طب افرض انه يوم القيامه زي ما بنشوف بعض الناس يجي يقول لك يا شيخ، نعم يا سيدي، انتوا بتقولوا في مذهبكم ان لمس المرأة ما ينقضش الوضوء. اه يا سيدي بنقول كده في مذهبنا. طب يعني انت يا شيخ لو صافحت زوجتك قبل الصلاة ودخلت تصلي صلاتك صحيحة؟ قالوا اه صلاة صحيحة. طيب ما هو في مذهب السادة الشافعية بيقولوا ان الصلاة كده غير صحيحة لان انت كده انتقض الوضوء. ماشي سيدي، وانا مذهب السادة الحنفية. طب ده مبني على الأدلة والاختلافات. طب افرض يقولك ما استنى بقى نخش في غير الفقه بقى خالص، اللي هو ايه؟ يقولك استنى يا شيخ تعالى كده بقى، افرض ان يوم القيامة طلع ان المعنى الصحيح هو ما ذهب اليه الحنفية اللي اعاد الوضوء صلاته برضو صحيحة، لكن لو طلع ان كلام الشافعية هو اللي صح وان الوضوء ينتقد بلمس المرأة يبقى كده كل صلاتك بطلت. تقول له لا، مش ده الفقه. يجوز العمل بالظنيات طالما انها في الاحكام الفقهية ويقضي فيها الفقيه المعتبر بغالب الظن. يقضي فيها بايه؟ بغالب الظن. خلاص، لانه دليل ظني على احتمال الغلط. على احتمال الايه؟ الغلط. الغلط فين؟ الغلط في الرأي، السهو، لأن تعيينه بدليل ظني. يعني العمل به واجب كالعمل بالخاص، غير أن العمل بالخاص قطعي ووجوب العمل بالمؤول ثابت مع احتمال الغلط. العمل بالخاص قطعي، لكن العمل بالمؤول ثابت مع احتمال الغلط. مع احتمال الغلط بيانه أن من وجد ماء فغلب على ظنه طهارته يلزمه أن يتوضأ مع احتمال الغلط. ممكن ما يكونش الماء طاهر، مش كده ولا إيه؟ أنا وجدت ماء في إناء غالب الظن أن الماء ده طاهر، ممكن الماء ده ما يبقاش طاهر ولا مش ممكن؟ ممكن. طيب لو تبين لي بعد ذلك نجاسته ما الحكم؟ يلزمني إعادة الوضوء ويلزمني إعادة الصلاة. طب ولو لم يتبين؟ صلاتي صحيحة ولا شيء عليه. ده عند كل الفقهاء. واحد وجد ماء غالب الظن، طالما أن الماء مش في محل النجاسة غالب الظن أن هذا الماء طاهر، توضأت به وصليت صلاة صحيحة صريحة مجزئة ما مجزئة، بعد ذلك اكتشفت وتيقنت أن هذا الماء نجس، تعمل إيه؟ تعيد الوضوء والصلاة. طب ما تبينش ليا صلاتي صحيحة ومجزئة، لأن المجتهد يخطئ ويصيب عند أهل السنة بخلاف المعتزل. المجتهد عندنا يخطئ ويصيب. طيب ما هو كده لو أخطأ كده هيبقى عليه وزر هؤلاء الناس، بيقول لك بقى حطها في كتف عالم وعدي سالم، وطالما العالم هو الذي أخطأ يبقى هو اللي يتحمل وزر الناس يوم القيامة. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد، وفي رواية إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله عشرة أجور. إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر. أجر إيه؟ أجر الاجتهاد، أجر أنه سلك الطريق العلمي للوصول للحكم. ربنا قال له تمشي بطريق علمي وتعتمد على القرآن والسنة وعندك القواعد وعندك الأصول، مش على القواعد والأصول وصلته أو وصلته إلى حكم، صار مثابا على ذلك لأنه سلك الطريق العلمي الموصل للحكم، لكنه في النهاية أخطأ. هياخد مش هياخد وزر، يأخذ أجرا على إيه؟ على اجتهاده، طالما أنه من أهل الاجتهاد وأنه بذل الوسع وأنه أخلص لله سبحانه وتعالى. طب ولو أصاب بقى؟ ده بياخدش أجر واحد، ده ياخد إيه؟ أجرين، وفي رواية يأخذ عشرة أجور.
لكن في الحال الثاني لو أخطأ بقى، ما هو مش قال القضاة الثلاثة قاضيان في النار وقاض في ليه؟ قال لي قاض عرف الحق وقضى به، أهو اجتهد وعارف الحق وقضى به، يبقى فين؟ في الجنة. طب والتاني عرف الحق وجار، يبقى فين؟ في النار. طب والتالت قضى للناس على جهل. طب انت اصلا مش من حقك انك تجتهد، واحد مش من حقه انك تجتهد، لم يؤتى الضوابط والشروط التي يجب ان تتوافر في المجتهد. ما الحكم بالنسبة لهذا الشخص؟ يحرم عليه ان يفتي الناس. طب ولو افتى يكون آثما. طب ولو اصاب يكون آثما. يكون آثما لو اصاب. ليه؟ لانه لم يسلك الطريق الشرعي اللي هو ايه؟ الاجتهاد. اقول قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم ارزقنا واياكم العلم النافع والقلب الخاشع واللسان الذاكر، انه ولي ذلك والقادر عليه. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم.